السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشيد حبشو، تاجر وخبير أحجار كريمة وتاجر ألماس خام في سيرا ليون وخبير ألمانية. نستمر في الحديث عن قواعد الثراء. القاعدة الخامسة يقول ريتشارد تامبلر: إن معظم الناس يتكاسلون عن كسب المال، قد يقولون إنهم يرغبون في ذلك من أعماق قلوبهم، إلا أنهم لا يرغبون في ذلك حقا. طيب، لا، المسألة هي مسألة أن معظم الناس يرغبون في المال، بل كل الناس يرغبون في تحقيق الثراء، إلا أنهم غير مستعدين لبذل المجهود والتضحية والعرق والكد. الأمر ليس بالسهل، بل يتطلب يعني رغبة كبيرة جدا. فقد الإنسان يتعب سنة أو سنتين من دون أن يرى أي نتائج على الأرض، ولكن كما يقول هو في قواعد الثراء، في أحد القواعد التي رسمناها لاحقا، أنه قد تشتغل سنة وتشتغل 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 وتشتغل، ثم تأتيك الفرصة لتحقيق الثراء. إذا إذا كنت تريد تحقيق الثراء، فعليك أن تكون مستعدا للعمل، لا مجال للكسل. الناس الذين يحققون الثراء يستيقظون باكرا ويعملون من الصباح إلى المساء بدون كد وبدون خلل، يعني برغمة كبيرة جدا. إذا لم يكن عندك نفس طويل، فلن تحقق الثراء. إذا شكرا، لا تنسوا تضغط على لايك وسبسكرايب، وإلى فيديو آخر. السلام عليكم.